مشاهدينا الاوفياء مشاهدين قناه مغارب نيوز في بث مباشر اخر باحدى شركات لتخزين المواد البلاستيكيه بالمكانسه الجنوبيه في عمله اقليم النواسق. احدى الشركات لتخزين المواد البلاستيكيه كما كتلاحظوا معنا اللي اشتعل فيها النار الان في هذه اللحظه تواجد الوقايه المدنيه كذلك عناصر الدرك الملكي والقوات المساعده السلطات المحليه الكل متواجد هنا بالمكانسه الجنوبيه. هذه هي الشركه التي تقوم بتخزين المواد البلاستيكيه اللي عرفت الان كما كتلاحظوا معنا فالنار مشتعله. لاحظوا النار مشتعله الان، لاحظوا السنه اللهب والدخان المتصاعد. إذن هذه هي الشركه. الان رجال الوقايه المدنيه يقومون باطفاء الحريق بالداخل في هذه الاثناء. إذن مشاهدينا الكرام لاحظوا معنا في هذه الاثناء تصاعد للدخان كذلك ألسنة اللهب. في هذه الأثناء لأن كما تلاحظوا معنا تواجد الوقاية المدنية هذا هو الدخان. لاحظوا معنا كما تلاحظون تصاعد ألسنة الدخان الآن ورجال الوقاية المدنية هذه الشركة لتخزين المواد البلاستيكية هنا بالمنطقة حيث لاحظوا معنا هذا الحريق كذلك لاحظوا ما زالت ألسنة اللهب متصاعدة كما تلاحظون دخان كثيف الشيء اللي خلى الساكنة المجاورة لاحظوا
داخل الساكنه المجاوره صادر المحلات ديالها كما كتلاحظوا معنا الان. الساكنه خرجات من المحلات ديالها، لاحظوا الساكنه المجاوره لهذه الشركه فغادرت المنازل ديالها خوفا من وصول السنه اللهب والنيران الى المساكن المجاوره، لان لحد هذه اللحظه لم يتم احماد حريق، لكن رجال الخير المدنيه في كر وفر مع السنه اللهب، لان تواجد زوج ديال او ثلاثه ديال المعدات ديال الوقايه المدنيه كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام على المباشر. لأن للتذكير ونحن هنا مباشرة من المكانسة الجنوبية عملة إقليم النواصر بإحدى الشركات لتخزين المواد البلاستيكية، حيث شب حريق هذا المساء والآن يتم محاولة القضاء وإخماد النيران. صعوبة في التغلب على النيران لأن المواد البلاستيكية فطبيعة الحال كتساعد على اشتعال النيران. نحاولوا نعطيكم واحد الصورة، يعني نعطيكم الصورة، غادي نعطيكم الصورة، الصورة من هنا، نعطيكم الصورة من هنا، هذه الصورة كتوضح حجم الحريق اللي شب هذه الشركة هذه. كيف ما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الاوفياء، ومازال غادي نحاول انني نرجع للوراء، لانه كل ما رجعتي للوراء كل ما بان لك الحريق اكثر. غادي نحاول نرجع للوراء، شوفوا الحريق كيف كيبان، لاحظوا لاحظوا معنا لاحظوا لاحظوا هاد الدخان المتصاعد في السماء، لاحظوا حجم الحريق فهو حجم كبير بزاف. لاحظوا لاحظوا معنا مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة مغارب نيوز، لاحظوا ألسنة الدخان لاحظوا متصاعدة كما كتلاحظوا معنا للتذكير. فهذه شركة لتخزين المواد البلاستيكية هنا بمنطقة المكانسة الجنوبية عملة إقليم النواصر، تواجد مكثف للوقاية المدنية والدرك الملكي بالمنطقة، وكذلك تواجد السلطات المحلية قوة المساعدة. إذن كنتمناو انه ما تكونش خسائر في الارواح لحد الساعه. المعلومات اللي كاينه بانه الحمد لله ما كاينش خسائر في الارواح، فقط خسائر فادحه لهاد الشركه هذه اللي كتشتغل في المواد البلاستيكيه، يعني تخزين، هي كمستودع لتخزين، هي عبارة عن مستودع لتخزين مواد بلاستيكية. لتوضيح
للسادة المشاهدين الأوفياء. لاحظوا راه هذا المكان كله ألسنة ديال الدخان، لاحظوا كتلاحظوا معنا السماء راه محجوبة، لاحظوا 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 معنا هذه المنطقة كلها فيها الحريق الآن، الشيء اللي خلى السكان المجاورين لهذا المستودع ديال تخزين المواد البلاستيكية أنهم يغادروا المنازل ديالهم هنا بالمنطقة خوفا من وصول الحريق وألسنة اللهب إلى مساكنهم. إذن دائما أنتم على المباشر ديال الحريق مهول لحد هذه الساعة، ما معروفاش الأسباب ديالو. أكيد أكيد النيابة العامة والشرطة القضائية غادي تفتح تحقيق في هذه النازلة هذه أسباب الحريق، لكن الآن اللي كيهمنا هو أنه يتم تدارك هذا الحريق هذا تلاحظوا معنا. غادي نحاول انني نرجع للوراء بس نعطيكم الصورة اكثر، لانه كل ما رجعنا للوراء كل ما كانت الصورة شاملة، لانه ملي كتقرب فاكيد جدران ديال المستودع ديال تخزين المواد البلاستيكية كيحجب الرؤية فما كتبقاش. لاحظوا الان ملي كنرجعوا للوراء كتعطينا الصورة شاملة عن عملية الحريق. لاحظوا اذا ملي كنرجعوا للوراء فكتعطينا الصورة الشاملة ديال الحريق، ودائما تواجد أمني مكتف، رجال الدرك الملكي، قوات مساعدة، سلطات محلية، وقاية مدنية، الكل. اذا لاحظوا معنا لاحظوا هاد البلاصة كلها، لاحظوا المياه، لاحظوا هنا ولات عندنا، لاحظوا كنحاول نحطكم في الصورة كاملة وكأنكم حاضرين معنا هنا في المنطقة. هاد المنطقة كلها ولات مياه لدرجة أننا يعني ماشي مشكل في سبيل إيصال الصورة كاملة للمشاهدين الأوفياء، ماشي مشكل غير باش نعطيكم الصورة كاملة. لاحظوا هذه كلها ألسنة ديال الدخان، لاحظوا اللهب، لاحظوا لاحظوا اللهب ديال النيران، لاحظوا هو داك اللي كيشع بالاحمر. اذا لحد الساعه التغلب على النيران على الحريق يعني فيه نوع من الصعوبه بطبيعه الحال، رغم تواجد العديد من الالات والشاحنات الصهاريج ديال المياه ديال الوقاية المدنية. لاحظوا غير لاحظوا المياه اللي كتسكب هاي الآن بحال الويدان أو بحال الواد ولا عندنا هنا، ورغم ذلك باقي صعوبة في التغلب على النيران. فكنتمنى أنكم تبقوا معنا حتى نشوفوا إن شاء الله عملية التغلب على هاد الحريق هذا، اللي كنذكروا مرة أخرى أنه بالمكانسة الجنوبية عملت إقليم النواصر. لأن لحد الساعة باقي ما خدينا حتى شي تصريحات، حتى شي واحد باقي ما بغى يعطينا شي تصريح حول يعني الكيفية والطريقة اللي شعلت بها يعني النار، ولكن لحد الساعة فغادي نحاولوا أننا ناخذوا بعض التصريحات إذا كان ممكن. إذا ما استطعناش بطبيعة الحال غادي نخليكم غير تشوفوا الصورة ونحطكم في المباشر ديال هاد الحريق. غنعاود عاوتاني كنحاول ما أمكن
مشاهدينا الاوفياء لحقتكم الصوره كامله. لاحظوا لاحظوا راكم كل ما ابتعدتي كل ما كانت الصوره اكبر. لاحظوا انا كنحاول انا نوريكم حجم الحريق، يعني ماشي حيت الا قربتي الا كانت المسافه قريبه فكيبان لك الحريق انه عادي، ولكن هو ماشي عادي. لاحظوا لاحظوا هذه كلها هذا كله دخان هذا. لاحظوا لاحظوا الدخان، لاحظوا هذه المسافه اللي شاد الدخان هنا. لاحظوا شو الحريق فين كاين، ها هو اللي كتشوفوا فيه الحريق في هذا المكان فين كاينه الصهاريج ديال الماء ديال الوقايه المدنيه والادخنه. شوفوا فين واصله، يعني هذا كيعطينا فكره على حجم ديال هذا الحريق. هذا هو حريق ماشي ساهل بتاتا. اذا غنحاولوا نقتربوا من الحريق. لاحظوا هذا الكم ديال المياه، اذا مشاهدينا الاوفياء انتم معنا دائما من هنا من كنسة الجنوبية عملة اقليم النواصر، عملة اقليم النواصر يعني احد مستودعات الدين، احد مستودعات الدين المواد الكلاسيكية. مرحبا مغارب مغارب بيوت مغارب بيوت. مرحبا مرحبا. اذا كما تشاهدون مشاهدينا الاوفياء انتم دائما معنا في هذا البث المباشر، كنحاول كذلك انني نبتعد من الضجيج ديال الشاحنات ديال الصهاريج ديال الوقايه المدنيه، لانه كلما اقتربنا الصهاريج يعني المحركات ديال الصهاريج ديال المياه ديال الوقايه المدنيه كلما الصوت ديالنا ضعف. لاحظوا هادشي علاش كنحاول نبعدو نعطيكم الصوره. دائما مع عملية إخماد حريق. دائما مع عملية إخماد الحريق. كما كتلاحظوا معنا كما كتلاحظوا كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الاوفياء، هذه هي العمليه اللي كيتم بها اخماد هذا الحريق من طرف الوقايه المدنيه هنا في المنطقه. دائما لاحظوا ألسنة ديال اللهب اللي كاينة الآن، هذا هو باب مستودع تخزين المواد البلاستيكية في حيث يقف رجل الوقاية المدنية. ولكن لاحظوا معنا لأنه السقف، لاحظوا السقف، السقف تم تدميره بالكامل، يعني الحريق دمر السقف ديال هذا المستودع كما كتلاحظوا معنا في الاعلى، فالسقف كله سقط نتيجه الحريق. لان دائما
لان في انتظار اخماد هذا الحريق. هي وقت هي بلادي بحال هكا ماشي مشكل. مرحبا. اذا مشاهدينا الاوفياء، يعني كاين امتناع على اعطاء ديالنا التصريحات حول العمليه ديال كيفيه اشتعال هذا النيران. كنحاولوا اننا ناخذ التصريحات ديال الناس، ولكن كاين تخوف ما عرفناش علاش. كيبقى هذه مسألة حرية شخصية ما يمكنش لينا ندخلوا فيها، مهما كان حنا غادي نحاولوا. هذه العملية، هذه العملية هي هذه. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الاوفياء، هنا داخل هاد يعني وراء هاد الباب هذا ديال هاد المستودع، هنا فين كاينة دائما مع عملية إخماد الحريق.
كان كاين مقاومة شرسة من طرف رجال الوقاية المدنية لتطويق الحريق اللي بدا شيئا ما. إذا لاحظتوا معنا راه الألسنة، لاحظوا معنا الألسنة ديال الدخان اللي كانت منتشرة قبيلة، يعني ملي وصلنا الآن راه بدات شوية، لاحظوا معنا هاهي راه بدات شوية، بدات شيئا ما كتزول، وكنتمناو أنه يكون هذا أكبر دليل على اقتراب رجال الوقاية المدنية من إخماد هذا الحريق. كنذكروا المشاهدين ديالنا الأوفياء اللي التحقوا بنا مؤخرا أنه حنا كنتواجدوا مباشرة من المكانسة الجنوبية عملة إقليم النواصر، وبالضبط من أمام أحد المستودعات لتخزين المواد البلاستيكية، لحسب مصادر اللي ما بغاتش تعطي التصريحات ديالها كتتكلم على أنه الحريق كان ما بين صلاة العشاء وصلاة المغرب، ما بين العشاءين حسب تصريحات بعض الناس اللي عطاونا تصريحات وراء الشاشة ولكن فضلوا أنهم ما يدوزوش أمام الشاشة. هذا للتوضيح مشاهدينا الأوفياء، كنحاولوا أننا نحطكم دائما في الصورة في قلب الحدث باش تعرفوا كل كبيرة وكل صغيرة حول هذا الحريق. لاحظوا رجال الوقاية المدنية نجدد التذكير على أن المستودع يختزن مواد بلاستيكية، الشيء اللي صعب من المأمورية ديال رجال الوقاية المدنية. بطبيعة الحال كتعرفوا المواد البلاستيكية هي قابلة للاشتعال، هذا الشيء هو اللي خلى نوعا ما صعوبة أمام رجال الوقاية المدنية. وكذلك كنسجلوا حضور رجال الدرك الملكي والسلطات المحلية لتغطية هذا الحريق. إذا مشاهدينا الأوفياء في انتظار أخذ بعض التصريحات، إذا استطعنا ناخذهم فأكيد غادي نخلوكم على المباشر تستمعوا معنا لهم، ما استطعناش نتمنوا أننا نكونوا وصلنا لكم صورة حول هذا الحريق اللي شب بالمكانسة الجنوبية عملة إقليم النواصر. إذا إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البث المباشر، على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر من نفس المكان من أحد التصريحات، وإذا ما استطعناش نتمنى أننا نتلقى في بث مباشر آخر. إلى ذلكم الحين كان معكم مراسل مغارب نيوز مصطفى قرناوي يحييكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.